نستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، كلما وصلنا لمثل هذه الأيام من كل عام إلا وتشرئب الأعناق وتهفو الأنفس إلى بيت الله الحرام، كيف لا ومن يستطيع أن يرحل إلى هنالكم بماله وباستطاعته، ولمن قدر الله عز وجل له ذلك فإنه يفعل، ومن لم يستطع ومن لم تسعفه ظروفه وأحواله فإنه يرحل إلى هناك بفؤاده. وقد قال الله عز وجل: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يرحل الحجيج إذن هذه الأيام إلى بيت الله الحرام من أجل أداء مناسكهم، ومن أجل شهود المنافع التي تحدث الله عز وجل عنها عندما قال لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا الأذان الذي أذنه إبراهيم عليه السلام استجاب الله عز وجل لدعوته، ووفر الله عز وجل هذا الوعد بأن يلبي هذه الدعوة كل عام مجموعة من الناس. كانوا في البداية بضعة أنفار، ثم صاروا بالمئات، ثم بالآلاف، ثم هم بالملايين، ولن ينقطع هذا الأمر إلى قيام الساعة. في كل عام يبعث المؤمنون الموحدون المسلمون من يمثلهم إلى تلك البقاع الطاهرة، يبعثون من يلبي، يبعثون من يكبر، يبعثون من يوحد، من أجل إعلان واضح واحد مفاده أن هذه الأمة أمة مسلمة، مفاده أن هذه الأمة أمة موحدة، وقد فرض الإسلام هذه الرحلة من أجل وضوح هذا الإعلان، حتى لا يبقى
لمن في قلبه شك أو لمن في قلبه نوع من الريب في أحقية هذا الدين أو في أحقية هذه الأمة بالريادة والسيادة، يبقى فرضا على المسلمين كل عام ذهابهم إلى بيت الله الحرام من أجل أداء هذه الفريضة. في يوم من الأيام كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فيهم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله قد فرض عليكم، أي ليست القضية كما يفهم البعض. بعض الناس يبلغون من الكبر عتيا ويملكون من الأموال الشيء الكثير، لكنهم يقضون حياتهم فيبلغون 50 و60 وربما 70 ولم يحدثوا أنفسهم أبدا بأداء هذه الفريضة. بل قد يعتقد البعض أن الحج هو رحلة من أجل السياحة أو من أجل الاطلاع على تلكم البقاع، والأمر ليس كذلك. إن القضية قضية فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين. لا يمكن ولا يقبل من المسلم أن يكون مسلما إلا إذا أدى هذا الفرض، لكن طبعا بشرط الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. في الوقت الذي لا يقبل الإسلام من المسلم أن يستدين أو أن يأخذ مالا بربا أو بحرام من أجل أداء هذه الفريضة، هذا لا يجوز. لكن في ذات الوقت لا يقبل من المسلم إذا ملك الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية وأمن الطريق، أي أمن من وجود لصوص أو غير ذلك، بمعنى توفرت له كل الظروف، لا يجوز له أن يتخلف ولا يجوز له أن يستهين بالأمر. لأنك تحدث بعض الناس عن الحج فيقول: إن الحج هنا، يمكن للإنسان، لا، ليس هنالك حج في أي بلد، لا حج إلا في بيت الله الحرام. أتحدث عن حج الفريضة. لو أراد الإنسان أن يحج ثانية أو ثالثة، هذا يمكن أن نخاطبه بهذا الخطاب، بأن يسهم في مشاريع الخير، بأن ينفق على الفقراء والمحتاجين، بأن يسهم في بناء المساجد ونفع الأمة. لكن ما لم يؤدي حجة الإسلام المفروضة فلا حج إلا في بيت الله الحرام، ولا يمكن ولا يكتمل إسلام المسلم إلا بأدائه لهذه الفريضة. لأن الله عز وجل قال: ولله، أي حق لله، على الناس، أي واجب على الناس، حج البيت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضح بصريح العبارة، لم يقل حج فيقول البعض إن هذا الأمر للندب أو غير ذلك، وإنما قال: إن الله قد فرض. وكلمة فرض لا تحتمل شيئا آخر. أقول هذا لأن الكثيرين يستهينون بالأمر. تجد أحيانا بعض المتدينين، بل وأحيانا بعض الذين يعلمون ويدرسون قضايا الدين، وتحدثهم عن الحج وتسألهم عن الحج وكأن الأمر عندهم لا شيء، فينتظر ربما إلى أن تأتيه حجة مجانية أو شيء من هذا القبيل. الحج ركن من أركان الإسلام. الحج كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه: الحج فرض مرة في العمر، مرة في العمر على الأقل. هذه فريضة لا ينبغي أن يتكاسل المسلم في أدائها أو أن ينتظر. نعم، هنالك نقاش بين الفقهاء، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ لكن هذا النقاش الفقهي وقع أو يقع في ظروف معينة، في أحوال معينة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة،
فليس الأمر تهاونا وليس الأمر انتظارا، وإنما لأن الظروف لم تكن تسمح له بالحج. مكة المكرمة كانت محتلة بمعنى الكلمة من طرف كفار قريش، لكن بعدما وقع فتح مكة لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مهد في السنة التاسعة بأن بعث أبا بكر ليحج بالناس، ثم كان هو رئيس الوفد صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. لذلك العبارة واضحة، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. طبعا حصلت لدينا اليوم موانع أخرى، صارت القضية متعلقة بالقرعة وهي أمر ضروري لا بد منه، على الأقل على الأقل يشارك الإنسان. أما أن يقول إن القضية قرعة وإن البعض شارك فيها لسنوات ولم يذهب فما لا معنى لأن أسجل، لا، سجل سجل في الحج إذا كنت تستطيع وإذا كنت تريد أداء هذه الفريضة فسجل. وكم من أناس ذهبوا إلى الحج من أول قرعة، وعلى الأقل تكون قد أعذرت، أي إذا شاركت في القرعة حتى لو لم يحالفك الحظ لسنوات وحتى لو مت دون ذلك فإنك تكون قد برأت ذمتك، لأنك أديت ما عليك وحصل المانع، وهذه القرعة داخلة في قضية الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال قائل في بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال أكل عام يا رسول الله؟ هل الحج فرض كل عام كما الصيام والزكاة؟ قال لا، لم يجبه في الأول، قال حتى كررها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة، وفي الخطاب عندما يخاطب الإنسان وحتى في المحاضرة أو في الدرس أو في مثل هذه المواقع ليس من المقبول أن يقاطع الناس الخطيب أو المتحدث أو المحاضر، وإنما ينتظر الناس إلى حين الانتهاء ثم بعد ذلك يمكن أن يناقشوا أو يسألوا. فيبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه هذه القضية فلم يجبه، فسأل الأقرع مرة ثانية ولم يجبه، فسأل ثالثة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أعرابي، والأعراب رضوان الله على الصحابة منهم كانوا معروفين بشيء، أي لا زالوا لم يتعلموا بعد آنئذ آداب الإسلام واحترام الخطباء والمتحدثين وآداب المجالس والاجتماعات، ولذلك كانوا يقاطعون النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فلم يجبه. فعندما سأله الثالثة أكل عام يا رسول الله، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إجابته حتى لا يبقى في هذه المقاطعات، فقال لا، ليس كل عام، لو قلت نعم لوجبت، أي لو قال نعم لكان الحج واجبا كل عام، ومن يستطيع أن يحج كل عام؟ في ذلك الوقت كان ممكنا، لكن ماذا والمسلمون اليوم مليار ونصف المليار من الناس، كيف لو قال نعم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي، لم يكن يتحدث بخطاب وقتي زمني مرحلي كما يرى بعض العلمانيين يقولون إن الإسلام جاء لمعالجة القضايا الراهنة في ذلك الوقت، لا، لو كان الأمر كذلك لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكان المسلمون آنئذ بلغوا 100,000 أو حوالي ذلك، لم يتجاوزوا هذا الرقم تقريبا في حجة الوداع، فلو قال نعم لكان بالإمكان أن يحجوا كل عام، وما كان بعضهم يتجاوز 200 كيلو متر أو 300، كان الإسلام ما يزال في حدود الجزيرة العربية، في حدود بلاد اليمن وفي حدود بلاد الشام شمالا، فكان بالإمكان أن يقول نعم، لكن لأن الإسلام ليس مرحليا ولا زمنيا وإنما يعالج قضايا الأمة إلى قيام الساعة، قال لهم صلى الله عليه وسلم لا، أي ليس الحج واجبا كل عام وإنما مر في العمر.
لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، أي إلزموا ما أمرتكم به، تشبثوا بما جئتكم به، لا تبتدعوا، لا تزيدوا، لا تنقصوا، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أوتي جوامع الكلم، كلمات واضحات مختصرات ولكنها تؤدي معاني جليلات. لذلك فالحج ركن من أركان الإسلام، ومن استطاع الحج كما في الأثر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. السؤال الآن هو: ما هي هذه المنافع التي يمكن أن يشهدها الحجاج إلى بيت الله الحرام حتى لا يفرغ الحج من محتواه؟ لأننا أحيانا نؤدي بعض العبادات الإسلامية ولكن نفرغها من مضمونها، حيث لا تؤدي الوظيفة التي من أجلها شرعها الله عز وجل. إن الصلاة فرضت من أجل لم صف الأمة، من أجل أن يجتمع الحي كله في صف واحد في مسجد واحد 5 مرات في اليوم، ليشعر الغني بالفقير، وليفيد الفقير الغني، ولينفع الواحد الآخر. لكننا فرغنا الصلاة من محتواها، فصار المسجد مثابة لتفرقة الكلمة، صار المسجد للأسف مكانا أحيانا لإشاعة الأحقاد بين الناس. وكم يأسف الإنسان عندما يجد أصحاب الصف الأول في المسجد وبعضهم يعادل بعض الآخر، وبعضهم لا يكلم الآخر لأسباب تافهة غاية في التفاهة، لأننا لم نفقه عن الله. الصيام عبادة من أجل الشعور بالمحتاجين والفقراء، يفرض عليك الإسلام أن تجوع لتحس بالآخر، لكننا جعلنا رمضان مناسبة لزيادة الفوارق بين الناس، لزيادة إغناء الأغنياء، ولزيادة إفقار الفقراء ورفع الأسعار. وهكذا في فريضة الزكاة ما فهمنا معناها، فصارت عبارة عن دريهمات يحتال الناس في إخراجها. فيأتيك من يقول: هل يمكن أن أدفع الزكاة لابني؟ إنه مستقل في بيته ووظيفته لا تكفيه. هل يمكن أن أدفع الزكاة لابنتي؟ لأنها تحتاج إلى إكمال الدراسة في فرنسا. هل يمكن؟ وصار الناس يتحايلون على الزكاة فيخرجها من هذا الجيب ويضعها في الجيب الآخر، عندما لا نفقه عن الله شرائعه وشعائره، فإن العبادات لا تؤدي الوظيفة المطلوبة. في الحج أيضا، صار الحج عند الناس الآن وربما يراد له أن يكون ذلك رحلة صامتة، يذهب فيها الناس إلى مكة المكرمة، يطوفون ويسعون ويقفون ويرمون الجمرات إلى آخره، ثم يعودون إلى بيوتهم وكأن شيئا لم يحصل. إن فريضة الحج أيها الإخوة تخدم أهدافا كثيرة. أقف اليوم فقط مع هدفين اثنين. الهدف الأول هو تطبيق المبادئ النظرية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. كل الدول وكل الأمم لها مبادئ ولها دساتير نظرية وتحاول تطبيقها في الواقع، لكن الإسلام لم يكتفي بمجرد الدستور النظري والذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإنما أضاف لها عبادة إسلامية هي الحج. يمكن للمسلمين إذا فقهوا الحج وإذا فقهوا في أمر دينهم أن يجعلوه مدرسة عملية لهذه المبادئ. إن فرنسا أقامت ثورتها على ما يعرف بالمؤاخاة والمساواة والعدالة وهذه الأشياء، لكن الإسلام لم يكتفي برفع العدالة شعارا ولا بالأخوة دثارا والمساواة زورا، وإنما الإسلام أمر المسلمين أن يمتثلوا لهذه الأوامر بشكل عملي علني أمام الملأ وعلى الفضائيات. ما معنى أن يأتي المسلمون في الحج ب3 ملايين من الناس والرجال منهم جميعا
يلبسون لباسا موحدا تماما كذلكم الزي المدرسي. عندما يدخل التلاميذ إلى المدرسة ويدخلون بلباس موحد، البعض من الآباء قد لا يدرك القيمة المعنوية لهذا الأمر، وهو أمر له خطورته. نعم، ينبغي أن يحرص التلاميذ والآباء على الزي المدرسي الموحد، لأن الأطفال عندما يدخلون المدرسة إذا وجدوا، وأنا أحب وأفضل لو كان الزي موحدا حتى في الحذاء، لأن الأطفال عندما يدخلون المدرسة وبعضهم يلبس 100 درهم والبعض الآخر 20 درهما والبعض الآخر 1000 درهم وربما أكثر، فإن هذه الفوارق تجعلهم يشعرون نفسيا بأنهم ليسوا في المساواة في شيء. فلذلك تجد بعض الأطفال لا يتعلمون، وعندما تبحث تجد أن لديهم عقدا نفسية من الأطفال الآخرين الذين لا يلبسون مثلهم. الإسلام نزل بهذه القضية إلى أرض الواقع، بحيث فرض على المسلمين أن يلبسوا لباسا موحدا، لباسا أبيض موحد في اللون وموحد في الشكل وموحد حتى في طريقة ارتدائه، بحيث في الطواف يضطبعون ويكشفون أحد كتفيهم ثم يقضون مناسكهم على لباس واحد. بعض الحجاج مرة كان معي في مجموعة من الحجيج فاستنصحني في شراء لباس الإحرام، لكنه قال أرجوك أريد لباسا للإحرام مميزا، لأن الناس يلبسون لباس الإحرام 50 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 100 درهم أو 120 أو أقل من ذلك أو أكثر. قال أريد لباسا للإحرام مميزا ولو 500 درهم أو 1000 درهم. قلت له إنك لم تفهم قضية الحج، إن الله قد فرض علينا الحج من أجل أن نترك ولو لشهر واحد في عمرنا، أن نترك هذه العنصريات وهذه العنتريات وهذه العنجهيات، أنني ألبس أفضل من الناس وأركب أفضل من الناس وأسكن أفضل مما يسكن الناس. من أنت؟ أنت ابن 9 أشهر كسائر الناس، دع عنك هذه العصبيات وعش ولو شهرا واحدا بشكل عملي بالمساواة بالمعنى الحقيقي. البس كما يلبس كل الناس، البس إحراما كما يلبسه جميع الناس. لاحظوا أن الإسلام نزل بهذه المبادئ من المستوى النظري الذي يتحدث به الجميع. الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كان يكتب كتاباته، ومعظم كتبه كتبت في مرحلة 60s و 70s و 80s في عز الشيوعية آنئذ، والشيوعية كما تعرفون تنادي باللا فارق، لا فرق بين الأغنياء والفقراء وهذه الطبقية التي تسود في العالم الرأسمالي الذي كان معاديا لهم، لا معنى لها في العالم الشيوعي في روسيا في الاتحاد السوفيتي سابقا. فقال الغزالي رحمه الله، كتب من 60s و 70s في نقد الاشتراكية والشيوعية وهذه المبادئ الفاسدة وحتى الرأسمالية، فكتب كتابات وذهب إلى موسكو في مؤتمر من المؤتمرات في روسيا، قال فما وجدت من شعارات الاشتراكية شيئا في أرض الواقع. هي شعارات نظريات كان الناس يأخذون بها، وما زال البعض إلى الآن للأسف يفتخر بها وبرجالاتها، لكنه الغزالي رحمة الله عليه قال عندما ذهبت إلى موسكو ودخلت إلى الفنادق ورأيت الذين يعيشون في الخنادق، أناس يعيشون في الفنادق الفخمة في مستوى 5 نجوم، وأناس آخرون يعيشون في روسيا نفسها، يموت الناس جوعا ويعيشون تحت القناطر وفي مناطق معينة ويموتون بردا وجوعا، قال أدركت أن هذه شعارات زائفة في الشكل النظري تعجبك إذا سمعت إليها. من يكره المساواة؟ من يكره إزالة الفوارق بين المجتمعات؟ لكن من الناحية العملية لا وجود لها، إنسان يعيش في المريخ وإنسان يعيش في أسفل سافلين، بينما الإسلام أراد للمسلمين أن يعيشوا هذه القضايا بشكل عملي، بحيث يجتمع الناس هناك في مكة وبحيث يخشوشن الجميع ولو لأسبوع أو 3 أيام في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، حيث يبيت الناس هنالك على شيء يسير من الأفرشة
ويلتحفون السماء فوقهم، وإن كان اليوم الأجواء تغيرت وصارت الإضاءة بشكل جيد والمياه متوفرة والطرق معبدة، وهذا شيء إيجابي على كل حال. لكن في مستوى معين الإسلام يريد أن يعلم الناس الجدية أيضا، يريد أن يعلمهم شيئا من التحمل وشيئا من الصبر، لأن تلك الحياة الرغيدة، الحياة التي يجد فيها الإنسان نفسه محاطا من طفولته بكل الملذات وبكل الشهوات، ويحتاج أحيانا إلى شيء فيطلبه فإذا هو متوفر، بل قد يتوفر له قبل أن يطلبه. هذه الحياة لا تصنع رجالا، لأنك أحيانا قد تحتاج إلى الشدة في أرض القتال، عندما تغزى الأمة، عندما يهاجمها عدو، فأنت تحتاج إلى رجال أشداء، إلى أناس تربوا على شيء من الخشونة. اخشوشينوا فإن الحضارة لا تدوم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو للحظات ولو في مخيمات لابد أن يتعلم الناس شيئا من الاخشيشان، أي شيئا من القوة والصلابة والشدة. هكذا يريد الإسلام أن يعلم الناس هذه المعاني. يريد الإسلام أيضا أن يعلمنا الأخوة بالمعنى الحقيقي، الأخوة والتعايش مع المجتمعات. نحن المسلمين نتعلم التعايش حقيقة، للأسف عمليا لم نستفد منه. أنا قلت إننا فرغنا هذه العبادات من محتواها، تجد الإنسان لا يستطيع التعايش مع زوجته داخل البيت أقرب الناس إليه، لا يستطيع التعايش والتحاور والتواصل مع والديه أو مع أولاده، بينما الحج يعلمك أن تتعايش مع الناس كما قال الله عز وجل من كل فج عميق. في مكة تجلس في بيت الله الحرام فتنظر يمينا فترى إنسانا إفريقيا، ويسارا فترى إنسانا أسيويا، وأمامك فترى إنسانا أوروبيا أو أمريكيا، وخلفك فترى إنسانا صينيا أو يابانيا، من كل أصقاع الأرض، وتتواصل في الحد الأدنى للتواصل، على الأقل تصافحه وتشعر بأنه أخوك المسلم، حتى إذا لم تسعفكم الكلمات من أجل أن تتكلموا فإن العيون تتخاطب، العيون تقضي الأغراض أحيانا، فتسلم على أخيك المسلم، تصافحه وتشعر أنك فعلا أخوه، ويشعر هو أيضا بتلك الأخوة الإسلامية، ويشعر المسلم بزهو كبير بأنه ينتمي لأمة لا تعد بالآلاف ولا بالملايين، وإنما يشعر أنه واحد من أمة فيها مليار ونصف من الناس. الإسلام أراد للمسلمين إذن أن يتعلموا هذا التعايش، أراد لهم أن يتعلموا الصبر، أراد لهم أن يتعلموا احترام الآخر، لأنك عندما تجتمع في تجمع فيه مليون من الناس يدخلون الحرم مرة واحدة، يؤدون الظهر ثم يخرجون، ثم يؤدون العصر ثم يخرجون، وهكذا في الصلوات الأخرى، أنت تتعلم التعايش في الوقت الذي تجد فيه شبابا يدخلون ملعبا من الملاعب لتشجيع فريق من الفرق، فيجتمعون لساعتين، لكنهم يخرجون أحيانا بالخصومات وبالضرب والسب والشتائم والفوضى وهذه الأشياء التي تشاهدون في الملاعب أحيانا، لأنهم اجتمعوا على كرة، بينما هؤلاء في مكة المكرمة اجتمعوا بالملايين، ولكنهم اجتمعوا على فكرة، وهي أنهم اجتمعوا من أجل الله. لذلك من أهم أغراض الحج أيضا أن المسلمين يجتمعون من أجل إعلان وحدة الأمة ومرجعيتها، وهذا أمر أدركه أعداء الإسلام من زمان. كان بعض كبار المستعمرين المخربين كان يتحدث عن خطورة الحج وعن خطورة الأزهر وعن خطورة المعاهد الدينية بصفة عامة والقرآن الكريم، ما دام موجودا هذا الأمر في الأمة فإن الاستعمار الغربي لا يمكن أن يقر له قرار في بلاد المسلمين، لكنهم اجتهدوا وحاولوا من أجل تفريغ هذه الأشياء من محتواها، ففرغ الأزهر من محتواه وصار على ما ترون، وفرغت فريضة الحج من محتواها وصار الناس يذهبون ويرجعون ولا شيء يتغير في الأمة. المفروض أن رحلة الحج رحلة
تجتمع فيها كل أفراد الأمة يبعثون بممثلين لهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحور الثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الناس في حجة الوداع. وسأقف في الخطبة المقبلة بحول الله مع مضامين هذه الخطبة الأساسية. ثم جمعهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان لا يكتفي بجمع أفراد الأمة والممثلين عن الأمة، وإنما كان يأمر أمرا، يأمر الولاة جميعا من أجل أن يجتمعوا في الحج مع الحجاج، فيأتي الناس فيقف كل وال مع هو رئيس الوفد مع الذين جاء بهم من حجاج بلده، فإذا كانوا يحبون واليهم، إذا كان يحكمهم بالعدل، إذا كان يحكمهم بالمحبة، فإنهم يرضون عنه ويرضى عنهم ويرضى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن الجميع. أما إذا وجد خصومة أو نزاعا فإنه يحسمها وفي موسم الحج. وتعرفون قصة عبد الله أو قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي تسابق ابنه مع أحد الأقباط النصارى في مصر، فسبقه القبطي، فكان أن عوقب الرجل، يعاقب الإنسان لأنه فاز، عوقب إنسان قبطي. اليوم يعاقب الناس المسلمون، مشكلتهم أنهم فازوا، كان يجب عليكم ألا تفوزوا في الديمقراطية، أما إذا فزتم فإن مكانكم هو السجون وهو المعتقلات وهو التعذيب والقتل وأي شيء من هذا القبيل. هذا ما كان يقع، وقع في مصر لواقعة واحدة، لكن عمر رضي الله عنه قطعها من أول يوم، فضرب عمرا بذرته على رأسه فقال خذها يا ابن الأكرمين، خذها حتى تعرف كيف تتعامل مع الناس. عمرو بن العاص لم يذنب الذنب، لكن قال له إن ابنك إنما اعتدى على القبطي لأنه يشعر بحمايتك وأنت الوالي عليهم. فرجع عمرو رضي الله عنه وقد استوت الأمور، وقد شعر الأقباط في مصر أنهم تحت حماية الإسلام يمكن أن يعيشوا أفضل حياة. لكن الذي يؤسف له أنهم اليوم يجمعون الجموع ويحاولون إشعال الفتن داخل المجتمع الواحد، ويشعرون أنهم قد انتصروا عندما يفعلوا بالآخرين ما يفعل، لكن العدل الحقيقي هو الذي يوفره الإسلام. لذلك الإسلام يريد للأمة أن تجتمع في موسم الحج من أجل أن تعالج قضاياها، من أجل أن تناقش مشاكلها، من أجل أن تنظر في واقع الأمة. واقع الأمة اليوم يعبر عنه الشاعر أن اتجهت إلى الإسلام في وطن وتجده كالطير مقصوصا جناحاه. في كل البلاد، البلاد الإسلامية تعيش اليوم فوضى عارمة، فوضى، لأن الغرب الذي صدر لها ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان أرادها أن تكون على مقاس معين، إذا فاز بها البعض يقبل، لكن إذا فازت بها الأغلبية التي تمثل الأمة المسلمة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب فلا. ولذلك تقع الفوضى، الفوضى التي سموها قبل مدة بالفوضى الخلاقة. ماذا يحدث في مصر؟ ماذا يحدث في سوريا من قتل ومن تشنيع؟ ماذا يحدث في بيت المقدس؟ الناس انشغلوا الآن، استطاع الصهاينة أن يشغلوا الناس، والغرب استطاع أن يشغل الناس بالقضايا المحلية، فليترك السوريون يقتل بعضهم بعضا ولينتهوا، ما الذي يضير اليهود في قتل هؤلاء لبعضهم البعض؟ وليترك المصريون أيضا وليفعلوا ما يفعلون، من أراد أن يقتل ذهب ما يسمى بحقوق الإنسان وبالحريات العامة وبالديمقراطية، كل هذه الشعارات زالت وانمحت وداس بها الناس الأرض الآن. لماذا؟ لماذا؟ لذلك هذه قضايا تحتاج إلى معالجة. شغل الناس الآن بهذه القضايا وتركت القضية المركزية، قضية فلسطين يعبث بها الصهاينة الآن كما يشاءون، وما يقع في بيت المقدس المبارك هذه الأيام بالذات، وما يكاد له من مخاطر، وما يراد له من تقسيم أو ربما حتى تدمير، شيء ستفاجأ به الأمة بالتأكيد. لكن للأسف ربما المفاجأة صارت هينة الآن، لأن الغرب الآن يختبرنا كل مرة، يختبرنا
في نزع الديمقراطية ونزع حقوق الإنسان والاعتداء على المقدسات، ويختبر الناس أيضا في قتل الأطفال وفي قتل النساء وفي اعتقال النساء وهذه الأشياء، فيرى أن المسلمين لم يحركوا ساكنا ولم يتحركوا. آنئذ إذا جاءت حتى قضية هدم المسجد الأقصى فإنها لن تؤثر، كيف سيتأثر الناس إذا كان الناس لا يتأثرون لهذه المناظر ولهذه المآسي، ولم تدعهم إلى أن يعقدوا اجتماعا حقيقيا من أجل مناقشة قضايا الأمة في بيت الله المبارك في مكة المكرمة في الحج، ويجتمعوا ليقولوا للظالم إنك ظالم، لا من أجل أن يحابوا الظالم أو أن يقفوا مع الظالم، وإنما من أجل أن يردعوا الظالم ويقولوا له إنك ظالم، ومن أجل أن يقفوا مع المظلوم حتى ينصروه. فإن هذه الأمة لا يمكن أن تتقدم أبدا ما دامت الأمة تعاني من خلل في الموازين، وتنظر إلى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وأشد. قالوا: وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وأشد. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والله ما أعتقد أنه يقع إلا هذا، أن بعض أفراد الأمة وحتى من بعض الجهات الدينية والعلمية في الأمة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، واختلفت لديها الموازين وأصيبت بالحول الشديد فصارت ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم أيها الإخوة، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن موسم الحج إذن موسم للولاء، لكن الولاء هنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه القرآن الكريم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيح بل متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ضمنت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: أعده علي يا رسول الله. أعجبه الحديث فأعاده عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. هذا هو الذي يقع في حج بيت الله الحرام، حيث يذهب الحجيج ملبين ومكبرين ومهللين وبصوت مرتفع. الفرق بين العبادات كلها وبين الحج أن العبادات الأخرى عبادات في نيتها صامتة. في الصلاة نعم نقرأ القرآن جهرا، ولكن أكثر العبادات مجاهرة وإعلانا هو عبادة الحج، حيث حتى النية لا يتلفظ بها في الصوم ولا في الصلاة ولا في الزكاة، لكن في الحج تعلنها بصوت مرتفع: لبيك اللهم حجا، اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، إلى آخر الكلمات. وتعلنها بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. فيعلنها الإنسان جهرا وفي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق كانت شاقة، أكثر من أسبوع قطعه النبي صلى الله عليه وسلم بين المدينة ومكة في رحلة الحج، وكان يشعر أن بعض أصحابه تعبوا من التلبية ومن رفع الصوت، فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم برفع الصوت ويقول: خير الحج العج والثج، أي رفع الصوت وإعلان الولاء لله سبحانه دون كلل ودون ملل من أجل إعلان وحدة المرجعية. هذه الأمة لو فهمت الحج لعلمت أنها قد تختلف، قد تكون لها انتماءات سياسية أو انتماءات حركية أو انتماءات فكرية، لكن
يبقى أن المرجعية الأسمى التي تجمعها هي بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ورمزه الكعبة المشرفة التي نزل الوحي بجوارها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يذهب الحجيج جميعا فيعلنون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي لا نشرك بك شيئا، لا مبدأ ولا مذهبا ولا فكرا ولا اتجاها. هنالك تذوب الاتجاهات، هنالك تذوب الفوارق، هنالك تذوب الانتماءات السياسية أو الحركية أو في أي اتجاه، ويبقى الانتماء الواحد والانتساب الأوحد والمرجعية الواحدة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نسألك أن تفقهنا في الدين، اللهم فقه أمتنا في دينها، اللهم علم أمتنا ما ينفعها، اللهم انفع أمتنا بما تعلمها، اللهم زدها علما وإيمانا، اللهم فقهنا في مناسك الحج وعرفنا مقاصده، اللهم عرفنا أهدافه يا رب العالمين، اللهم اجمع صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم في كل مكان. نسألك اللهم لإخواننا في بلاد الشام وفي مصر وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين، نسألك اللهم أن تنصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم قلت وقولك الحق المبين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فاللهم انصر المؤمنين من عبادك في كل مكان. نسألك اللهم أن ترينا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين وفي كل المستكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تحمي المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين، نسألك اللهم أن توفر سواعد الأمة المجاهدة التي تحرر بيت المقدس والتي تحرر كل فلسطين وكل البلاد المحتلة في بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم خذهم سالمين وردهم غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وعمل متقبل مأجور غير مأزور برحمتك يا عزيز يا غفور. أيها الإخوة، قبل الختم أذكر أن إخوانا لنا يزوروننا في هذا اليوم المبارك ينتسبون لمسجد أبي بكر الصديق في مدينة جرادة، وقد زارونا من أجل أن تساعدوهم لبناء مسجدهم. هم هناك في جرادة يبنون مسجدا لهم، وقد التمسوا خيرا من هذا المسجد المبارك، فأنا أدعو كل الإخوة لمن استطاع أن يساهم معهم بفضل بحبه لله وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا بحبه لأبي بكر الصديق. هم سموا مسجدهم مسجد أبي بكر الصديق، فنرجو لكل من في قلبه حب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يساهم معهم وأن يعينهم حتى يفرحوا ببيت من بيوت الله يبنى هنالك في جرادة، حتى يغشى أبناؤهم ونساؤهم وأطفالهم وشبابهم بيوت الله من أجل أن يسمعوا دين الله ومن أجل أن يتعلموا كتاب الله. سيقفون على الأبواب لمن استطاع منكم أن يساعدهم. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله تعالى القبول والتوفيق لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. بعض الأخوات يرجون منكم الدعاء لهم كالعادة بقضاء الحاجات. اللهم اقض حوائجهن وحوائج المحتاجين، واشف أمراضهن وأمراض المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه. أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.